تحية طيبة. ماذا يحدث في السويد؟ العديد من الأسر المسلمة في السويد تم انتزاع الأطفال ديالها منها لسبب أو لآخر. الأمر لا يتعلق بحالة أو بعشر حالات أو بمئات الحالات، الأمر أصبح ظاهرة داخل السويد وأصبح أمرا مقلقا. نقدر نقوله ما كانش هناك دخان بدون نار. أين هي المؤسسات الحقوقية الأوروبية والسويدية من أجل البحث في هذه الظاهرة الغريبة والغريبة جدا؟ نحن لا نملك المعطيات باش نحكمه حكما نهائي، إلا أن هذا الأمر ولك يطرح واحد العديد ديال التساؤلات وخلى المسلمين بدأوا يهربون من السويد. واش السويد بغات تحل المشكل ديال الشيخوخة وضعف الولادات عند السويديين بخطف أطفال المسلمين؟ هذا سؤال، لكن الجواب ديالو خص الجهات الرسمية الموجودة في السويد خصوصا الحقوقية، خصها تبحث وطرح السؤال.